بكم مشاهدينا في نشرة اقتصادية شوفيكو على شوف تي في. أعلن التجاري وفا بنك يوم أمس بالدار البيضاء عن إطلاق شراكة جديدة للتأمين عن الحياة في تونس بغرض حضور الفاعل البنكي المغربي في بلدان المغرب العربي، وذلك بشراكة مع تأمين الوفا فرع البنك المتخصص في التأمين بالمغرب. الشراكة الجديدة اللي كتحمل اسم تأمين تجاري ستعتمد على تأمين تجاري أو تأمين شبكة البنك التجاري، وغادي تقوم لاحقا بتطوير شبكتها الخاصة وتنويع سبل توزيعها. وغادي يساهم العرض الجديد في تعزيز تطوير الادخار الفردي، وايضا تقديم خدمة اخرى مرتبطة بالتقاعد التكميلي لزبناء واخرى في حال الوفاة. خبر آخر، احتلت شركة ماروك تيليكوم الرتبة العاشرة في مؤشر ستاندرد أند بورز داو جونز في مجال الحكامة والشفافية والبيئة، لتكون بذلك الشركة المغربية الوحيدة لتصنفات في هذا المؤشر العالمي. وأفاد بلاغ لاتصالات المغرب توصلت شوف تي في بنسخة منها أن هذا المؤشر كيهم المقاولات في العالم العربي، وكيقيس مدى احترام الشركات لمعايير الحكامة والشفافية والبيئة، كما كيشمل 50 شركة عربية مصنفة على أساس أدائها وفق 200 مؤشر مرتبط بالقضايا البيئية الاجتماعية والحكامة. موضوع آخر، نشرت الوكالة الوطنية لتقنين مواصلات مؤخرا تقريرها الثاني حول مؤشرات جودة الخدمة بالشبكات الوطنية. بلغ للوكالة أوضح أن المؤشرات اللي اعتمدتها الوكالة لقياس نسب الإخفاق والانقطاع والنجاح فيما يخص الولوج إلى خدمة المواصلات همت الخدمة الهاتفية لشبكات الهاتف المتنقل لمتعهدي ماروك تيليكوم ووانا كوبيرايت. لحظة مشاهدينا، انتقلوا معكم لمستجدات بورصة الدار البيضاء. بورصة الدار البيضاء واللي هي سوق المال الوحيد في المغرب وتعد الأولى مغاربيا والثالثة على المستوى العربي من حيث القيمة السوقية، أغلق تعاملاتها لجلسة الثلاثاء على وقع الانخفاض، وذلك بالنسبة للمؤشرين الرئيسيين ماديكس ومازي. مؤشر ماديكس وهو مؤشر كيقيس حالة سوق على سبيل المثال الأبناك والعقار، أغلق تعاملاته بناقص 3.97% بمجموع 7312 نقطة. ومؤشر مازي واللي هو مؤشر كيشمل كل الشركات المدرجة في البورصة أنهجته بناقص 4.05% أي 8979.82 نقطة. بالنسبة لأسهم شركة مدرجة بالبورصة، في أقوى الارتفاعات كان وجدوا سهم أليومنيوم المغرب حل أول بتسجيل زيادة النسبة ديالها 5.96%، وكيرتفع سعر سهم ديالو إلى 1208 درهم. في المركز الثاني كان وجدوا شركة سمير اللي تحسن بالنسبة ديالو 5.01%، والآخر كينتع سعر سهم ديالو ب 304 درهم. وفي المقابل تصدر سهم ستروك اندستري قائمة أقوى الانخفاضات بخسائر بلغت نسب ديالها ناقص 6%، وكيتراجع سعر سهم ديالو إلى 92.12 درهم. في المركز الثاني حل سهم ليب ماروك بانخفاض نسبة ديالو ناقص 5.03%، وكيتراجع سعر سهم ديالو إلى 135.10 درهم. ونختم معكم مشاهدين النشرة بصرف أهم العملات الأجنبية بالدرهم. الأورو تمن شراء 11 درهم فاصل 12، وتمن البيع 11 درهم فاصل 19. الدولار الأمريكي تمن شراء 8 درهم فاصل 35، وتمن البيع 8 درهم فاصل 40. الدرهم الإماراتي تمن شراء 2 درهم فاصل 27، وتمن البيع 2 درهم فاصل 28. الريال السعودي تمن شراء 2 درهم فاصل 22، وتمن البيع 2 درهم فاصل 24. وبهذا
كنكون وصلنا معكم مشاهدينا لنهاية موعدنا الاقتصادي الشوفيكو. كنشكروا لكم طيب المتابعة، في أمان الله.